بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الحضر الكرام بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع البحث نهضة الأمة خلال المجمع العلمي العراقي وضمن مطبوعاته يدخل في هذه الندوة العلمية المباركة، وحدود الدراسة هي العراق وضمن القرون الأربعة الأخيرة، والدراسة جديرة، هذه الحركة جديرة بالدراسة والمؤسسة العلمية أكثر جدارة بالدراسة، لأن العمل الجماعي هو المقدم. فنحن نعبد الله ونكرر 17 مرة في كل صلاة: إياك نعبد وليس أعبد. ويتفق هذا البحث مع المطبوعات التي نشرها المجمع خلال هذه المؤسسة العريقة خلال 70 سنة تقريبا. وقد صدر كتاب المجمع في 50 عاما، للأسف لم أتمكن من الوصول إليه. الدراسة تركز على حدود 150 كتاب النتاج الفكري والعلمي. خطة البحث كما ترونها في تمهيد وخاتمة، وفي مبحثين. المبحث الأول صنفت هذه المطبوعات ضمن اتجاهين: اللغة العربية، اللغة والأدب والبلاغة، والتاريخ والحضارة والجغرافيا والتراجم، وأخيرا نموذج اتخذت من شخصية شيد خطاب نموذجا، لأنه مجمعي، هو عضو في المجمع، ولأنه جمع بين الصنفين من العلوم: اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، كما سيأتي في آخر البحث. هذا النموذج هو محمود خطاب. التعريف في هذا التمهيد بإيجاز لمؤسسة المجمع العلمي: من أهدافه الرئيسة هي الأساسية العناية باللغة العربية وبالتراث العربي، وتشجيع البحث الهادف، والإسهام في حركة التعريب، والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته. ويسلك لتحقيق هذه الأهداف وسائل متنوعة متعددة، منها وضع المعجمات والموسوعات وتحقيق الكتب ونشرها وإصدار المجلات، له مجلة دورية فصلية 4 أعداد، وإقامة الندوات والمؤتمرات. بدأت فكرة المجمع مبكرة، 1921، ثم صدر قانون المجمع الأول في سنة 1947، وتوالت القوانين، وفي 1996 توسعت هذه الأهداف، صار شبه أكاديمية. قد سر بعضا ولم يرق هذا للبعض، والمهم هذا ما وقع. عدد أعضاء المجمعيين يتراوح من 20 إلى 40 عضوا، وله 8 دوائر علمية تتصل باللغة العربية والكردية والسريانية والتراث والإنسانية والعلوم الصرف والعلوم التطبيقية والمصطلحات. تعاقب على رئاسة هذا المجمع عدد من الأعلام. أنا اعذروني الإيجاز والاختصار، تجاوزت الألقاب، ولذلك سميت الناس بأسمائهم جميعا، لا أجاري أو أجامل أحدا دون أحد. فالشيخ رضا الشبيبي، ثم القاضي المعروف منير القاضي، ناجي الأصيل، عبد الرزاق، محيي الدين، السنوات قرنت مع كل واحد منهم، صالح العلي، وناجح الراوي، ومحمود حماش، وداخل حسن، وأحمد مطلوب، وأيضا تولى الأمانة العامة عدد من هؤلاء، منهم جواد علي ويوسف عز الدين ونور القيسي وأحمد مطلوب. وأطول رئاسة كانت لأحمد مطلوب والدكتور صالح العلي، التي ظهر أثرها في المطبوعات أيضا. ينظم المجمع حلقات ومحاضرات وندوات علمية على مدار العام، وله مجلة فصلية كما أشرنا، بدأت صدر عددها الأول 50. له إصدارات أخرى أيضا، للمجمع مكتبة خاصة حقيقة يتميز. أنا أخذت إجازة تفرغ علمي سنة من السنوات للإفادة من هذه المكتبة الغنية، وكان يشرف عليها أمين
يستحق هذا الاسم لأنه يغني ويثري هذه المكتبة. وكانت مكتبة المثنى المعهودة القديمة ترفد هذه المكتبة بالكتب، وأهديت لمكتبة المجمع عدد من المكتبات الخاصة، وهذه تضم نوادر الكتب، منها مكتبة فؤاد عباس ومحمود نديم وفهم المدرس. لكن المصيبة الكبيرة، الآفة التي أصابت كل أحد وتطاير شرورها إلى كل بيت وبكل مؤسسة، الحرب الأخيرة التي أدت إلى قيل إلى النهب والسلب، ويسعى المجمع إلى استعادة هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن. المبحث الأول ضمن الخمس دقائق الأولى في اللغة والنحو، ومن الكتب التي عرفناها في هذا المجال ما كتبه غورغيس عواد، المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين، وهو فهرس للمباحث في القرن التاسع عشر والعشرين تأليفا وتحقيقا، وكتاب مصطفى جواد أيضا فيه حل لمشكلات العربية والمصطلحات والفن والمؤلفات والمباحث اللغوية منذ النهضة مع آراء بعض الباحثين، ثم كتاب دكتور نعمة رحيم العزاوي مناهج البحث اللغوي وتطور الدلالة لعبد الله الجبوري، وله معجم دلالي ومعجم لغوي أيضا، صلاح العربية لدراسة العلوم كتاب صغير إنا أنزلناه قرآن عربيا لنور القيسي كتاب صغير المعجمية، ثم العربية والبحث اللغوي لدكتور زميلنا رشيد العبيدي، وله كتاب آخر الزمخشري وكتابه الفائق. ومن الدراسات والمعاجم معجم لغات القبائل في جزئين، جميل سعيد وداود سلم والمدخل إلى علم الأصوات دكتور زميلنا الغانم قدوري، الحقيقة قليلة الكتب في هذا الباب، والنحت وبيان حقيقته لمحمود شكري الآلوسي، لكن الذي أصدره وعني به وحققه الشيخ بهجة الأثري يرحمهم الله جميعا. ومن المعاجم العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن الصاغاني تحقيق بير حسن، وصدرت منه أجزاء، لكن الجزء الأول كان في باب الهمزة، ثم لآل ياسين السين والضاء والغين، وللصاغاني كتاب آخر اسمه الشوارد حققه أخو الأستاذ الفاضل الدكتور قحطان، وهو الدكتور عدنان الدوري الأستاذ عدنان الدوري. وهناك سلسلة كتب عن لغة الضاد في سبعة أجزاء، حقيقة كتب متميزة لأنها تضم مباحث متميزة. هنا إشارة سريعة للجزء الأول والثاني إلى السابع في أقسامه وأنواعه، لا يتسع الوقت لذكرها. في مجال النحو أيضا تحقيقا الجملة العربية تأليفها وأقسامها الأستاذ العالم فاضل سام الرائي في فصلين، هذا بيان. كتاب تحقيق التفاحة في النحو للنحاس وسبويه إمام النحات، كلاهما لغورغيس عواد، ويجمع من مطبوعات المجمع، حقيقة من الأعلام المجمع ربما متميزين، نذكر الأستاذ الدكتور عبد الستار الجواري. في هذه الشريحة نجد عددا من الكتب، نحو القرآن ونحو التيسير، طيب، ونحو الفعل ونحو المعاني و تفاصيل هذه الكتب. لكن الذي يلفت النظر أن هذا الاتجاه في دراساته النحوية لا يتفق مع تخصصه الأصيل في الأدب، الأدب والبلاغة والنقد. الحقيقة فيما بقي من الدقائق يمكن لا يتسع، يحسن بي أن أمسك عن الكلام قبل الخوض في المبحث الآخر، وكنت أظن الوقت يتسع، لكن هذه إشارات هذا العرض للتاريخ والتراجم وعناوين أبرز الكتب وإشارات إلى مضامينها في التراث والحضارة كذلك، ثم أخيراً العلوم والثقافة، وبعد ذلك الجغرافيا، وهناك عدد كبير من جغرافيا حول بغداد، مدينة السلام وخطط بغداد وخارطة بغداد والموصل والبصرة وغير ذلك. وهذه العناوين التي نشير إليها مع التوثيق والتحقيق لها. أخيراً الوقفة الأخيرة عن هذا العلم البارز الذي اخترناه، والمادة التي وردت في حدود سبع شرائح في هذا العرض، تعريف بحياته، ثم بكتابين مهمين
بارزين وهما المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم، وهو علم في ذلك، وذكر قصة التأليف وسببه وأبوابه وتفاصيل ذلك، ثم جهوده في السيرة، هذه عناوين مهمة جدا، والشورى النبوية العسكرية، وهو كتاب حقيقة يتميز بأنه جعل فيه جدولا للغزوات، وأداء الشورى قبل وخلال وبعد المعركة، وهو في بابه متفرد لأنه من عسكري متخصص. من مؤلفاته في التراث أقباس روحانية، حقيقة درست هذا الكتاب لأنه ونشرت فيه بحثا من قبل، وهو من الاختيارات النوعية المتميزة حقيقة. مادة الكتاب من الاختيارات، قارنته بقلائد مصطفى السباعي، فهما في الاتجاه واحد تقريبا، ومادة الكتاب لم تخضع لمنهج العلمي لأنها ذوقية وتوصيف، بعضها قصير وبعضها طويل وبعضها متوسط، وأيضا موضوعات الكتاب جاءت في تقريبا 4 أو 5 موضوعات أساسية: السيرة النبوية، هذه الرموز التي لا تظهر، هي صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار السلف، موقف العلماء والزهاد، القصص الطريفة، المنثور، وهكذا نأتي إلى نهاية البحث صبرا. شكرا لصبركم ومتابعتكم، وإنما أشير إلى النتائج. جاءت أنشطة المجمع متنوعة بين الندوات والمؤتمرات، تركزت الدراسة على صنفين من البحوث هما اللغة العربية والتاريخ والحضارة، قدم البحث العرض الموجز بأبرز تلك الكتب، وأخيرا قدم البحث نموذجا لأبرز الأعلام في المجمع العلمي وهو محمود شيد خطاب. توصيتان مهمتان أحسبهما كذلك ونتمنى أن تتحققا: أهمية إبراز الإسهام الحضاري في حركتي العلم والفكر، وأهمية عقد الندوات والمؤتمرات الدورية لمشاركة العلماء المفكرين. نسأله تعالى أن يوحد كلمتنا ويجمعنا شملنا ويوثق رابطتنا لتحقيق الهدف المنشود والأمل الذي نصب إليه، والحمد لله رب